هذه الحملة هي أطلقت لدعم القدس الحقيقة ومؤسسات القدس سواء الطبية أو التعليمية، وهذا يعين حقيقة صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، لأن القدس تستحق الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، من أبناء الشعب العربي، الشعوب العربية كافة، الشعوب الإسلامية، من شعوب العالم التي تؤمن بالحرية والكرامة والحرية للوطن وللإنسان في المدينة المقدسة. أعتقد أن هذه الحملة جاءت في وقتها الصحيح، ونأمل بالتأكيد من كل الخيرين أن يقفوا بجانب هذه الحملة لتحقيق وترسيخ الصمود المقدسي في المدينة المقدسة وفي سائر الأرض الفلسطينية. في هذا الظرف الحساس التي تمر فيه هذه المدينة العزيزة على قلوبنا جميعا، وجئنا بفكرة مع زملائنا في العالم العربي والإسلامي من دول عربية مختلفة ودول إسلامية وأشقائنا المسيحيين في كل العالم، من أجل أن نتعاون في حملة أطلقنا عليها اسم حملة الوفاء للقدس. وأحوج ما نكون الآن في هذا الظرف الاستثنائي الحساس أن نكون وفيين لهذه المدينة، أن لا تكون فقط شعارا يطلق هنا وهناك في العالم العربي والإسلامي، وإنما أن يكون في ممارسة لتثبيت المواطن المقدسي في هذه المدينة، لتثبيت المؤسسة المقدسية، لتمكين الإنسان في هذا الظرف الحساس التي تمر به مدينة القدس. ولذلك تم اليوم إطلاق هذه الحملة حملة وفاء القدس. يعني هذه الحملة العنوان الرئيسي فيها لتعزيز صمود المقدسيين اللي هم بحاجة ماسة في هذه الفترة من أجل المحافظة على الوجود تبعهم في ظل الظروف اللي بتعصف في فلسطين وفي القدس بشكل خاص، في ظل الأمور الدموية هذه كلها. الفلسطينيين والمقدسيين بشكل خاص صفوا لحالهم، واليوم احنا لازم يكون العالم العربي والعالم الإسلامي في واقف مع المقدسيين بشكل خاص ومع الفلسطينيين بشكل عام، عشان الوضع السياسي كثير سيء، وللأسف زي ما انت بتعرفي انه حطوا الاحتلال هذه ألف وهذه باء، للأسف مناطق كثير موجود أكثر من 300 ألف نسمة في هذه المنطقة وفي مدينة القدس بشكل خاص، مش موجود قانون، وسلطة القانون بتصير احنا شريعة الغاب موجودة عندنا. فإحنا هذه الحملة إن شاء الله من خلال إخواننا أنه يقدروا يعززوا صمود المقدسيين حتى يقدروا يعيشوا أكثر أريحية في الأيام الجاية.